معنا السي الحاج في المهرجان الدوره 17 دابا بمراكش، واش عرفتي باش يحضر معك الحاج وباش يجلس معك؟ راه المشكله بصح وجلس معك الصحراوي حتى هو كاع. يلاه كي داز الحاج؟ كلشي مزيان؟ كلشي بخير؟ كي داز البارح كان الافتتاح وانت كنتي طالع في الطابي غوج داكشي كلاس وكنقولوا كنحاول وتبارك الله اللي بسات دازت عندك غزاله. واش هذا كومبلي واش كتفصل ولا كتشري طالع بحال هكاك ولا كيجوك حوايج من برا ولا؟ لا هذاك غير شي واحد صديق ديالي عزيز علي تبرع لي، ما كنفصل ما كنخيط ما هذاك الشيء ديال الله. وتبارك الله ديما كتجي انيق ما فهمتش، كتجي هذاك الشيء غزال عندك واسورتي. لا ديال الله سبحانه وتعالى هذاك الشيء السر ديال الله. ياك. هذاك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى. تعيا تمشي عندك وفر الحمام والتير ولكن ذاك الشيء ما طلعش. هذاك سي تنظم يعطيه الله سبحانه وتعالى اللي يبغى. دابا دابا تمشي الجامع الفنا دابا وتطيح في الطابله؟ لا ما يمكنش الجامع، لا ما يمكنش. هذه القضيه كاع المحلات اللي فيها تكدس ديال بنادم ما تنقدرش، لا حتى الملاعب الكره حتى ما يمكنش. حاول ما امكن بحال دابا مثلا مفروز عليك في المهرجان انك تمرن عند الناس وكذا طبيعي، لانه هذوك الناس اللي هما واقفين ما كتستنخرش راسك زعما دير شي كاسكيطه نضرب حليل. بالعكس انا صنفي بليزير، انا كنحس بانني مازال موجود لان هاد الناس اللي جاوا مرابطين هنا كيوقفوا في السمرة وفي الليل واقفين كيتسناو فنان. الا ما لبيلوش ديك، لان معلش واقف حب فيك، الا ما لبيلوش هذا الرغم غادي تبدا ويلي وعجبوا راسك والو شكون هو وانت وضع الى ربيع. احنا كنحاولوا اننا نخلقوا واحد الحميميه ما بيننا وما بين الجمهور اللي هو الاساس، اللي هو باش كبرنا هو هو الدعم هو السند هو الملد هو اللي خلانا اننا نكونوا نجوم في هذا الوقت. اللي انا بصراحه وبكل مصداقيه انا لا اؤمن بالنجوميه في المغرب، لا اؤمن بها. كنآمن بحب الناس، كنحب الشعبيه، ان الناس الا بغاوك وصافي. اما باش تقول نجم راه نهار كتدفع النجوميه على المغاربه ما كيعرفوش. اش الفرق ما بين النجم وفنان؟ النجم هو انك ملي كتكون ملي كتوصل النجم هو ملي كتولي عندك قواعد ديال النجوميه. مثلا عندك ماناجير ديالك، كتولي عندك لي بوديغارد ديال كور ديالك، كتولي ستار، كتولي عندك سياره خاصه، كتولي عندك اماكن اللي كتمشي لها كتكون محسوبه، المداخل ديالك كتولي عندها واحد البعد اخر، كتولي نجم ديال بصح كتولي كتسوى. وشحال من فنان عنده الفلوس وكيدير هذه القضيه؟ ديال اش؟ ديال النجوميه، كيدير حتى هو كيدير ستاف ديالو، كيدير الشيفور ديالو، كيدير طوموبيل فخمه، كيخرج لشي بلاصه كيدير مع لي كار. الاطار الفني ما كنهضرش في الاطار التجاري، هذه حاجه اخرى شغلهم. لا حنا شفنا فنانين اللي هما ضعاف صغيورين ولكن عندهم الفلوس كيديروا هذه القضيه بحال هكا وكيخرج وكيتصور على هو كيتصور على الناس كيمثل النجوميه. ما كنتش انا ما كنعرفش هذا النوع من بنادم. ولكن دابا كاين الفرق، دابا غادي ينزل دابا نزل غادي ينزل من الطوموبيل فخمه ومع لي كارد كور وداك الشيء. وسي الحاج كيبان لي واقيلا غيجي على رجليه غادي يجمعوا ليه الناس كثر. هذيك ماشي نجوميه حقيقيه، هذيك نجوميه مصطنعه. النجوميه ما كتحسبش نجوميه، النجوميه هو اللي كتخلق لك الظرفيه. وانت تبغي هذه القضيه هذه بحال هكا؟ تبغي يكون عندك لي كارت كور الطوموبيل وداك الشيء؟ لا لا لازم نقول لي تفضل. تبغي يكون عندك لي كارت كور الطوموبيل والفخم وتعيش؟ كنت في مجتمع المفروض يكون فيه هذا الشيء غادي يكون غيتفرض عليا. لان شكون هو الوسط اللي انت عايش فيه هو اللي كيفرض عليك هذا الشيء. بحال دابا مثلا انا كنت نعاود لك واحد اخرى فزوونه. كنت في مراكش، هنايا في مراكش، وساليت وغادي من المهرجان وركبت في التران. في التران بالصدفه دخلت لذاك المقصوره اللي انا فيها، دخل واحد السيد مع الزوجه ديالو شي مصري واخد واحد السيده من مراكش وغادي بها، دار العرس مراكش وغادي بحالو. دخلت انا المقصوره قلت السلام عليكم باركم سعود، بنت هي عروسه قلت لها مبروك. بدا الناس اللي جاب من المقصوره اسي الجيم بدا الناس كتصور معايا. هذاك المصري قال لي شكون هذا السيد؟ قلت له هذا الى باش نقرب لك الصوره، قلت له هذا بمثابه عادل الامام ديالكم. هو يقول لي امال فين البوديغارد؟ امال فين المرسيدس؟ عادل الامام ما كيركبش في التراب. قلت له حنا على حسب داك الشيء اللي عندنا، حنا كنمشيو على حسب امكانياتنا، لان عادل الامام اللي كيدير مسلسل في رمضان راه كيديروا بمليار. انا راه المخير ما احسن الظروف ما كيفوش 30 مليون واخا يكون كيطير في السماء. واش فهمتي هذا هو المقارنه بين انا ملي مشيت، انا نقول لك واحد القصه. مشيت لمصر ومشينا في اطار ذاك الملحمه اللي تقدمت، ومشيت غنتفرج كان ديك الساعه ديال عادل الامام كان داير الزعيم، ومشينا قلنا لهم راح الفرقه ديال المسرح وجينا وكذا وبغينا نشوفوا المسرحيه.
الكومتي حنا غنتشاوروا مع الزعيم. دخلوا عنده قال لهم ديروا له تخفيض ديال 50%. هذاك السيد اللي في الكيشي قال لنا واش تبغوا تخلصوا مع الزعيم تصوروا مع الزعيم؟ قلنا له ماذا بينا؟ قال لك 5 دولار كتخلص وكيعطيك بي فيه 5 ديال الدولار وكيخرج الزعيم تيجلس على كرسي وكتوقف انت حداه باش تصور التيكي ديالك وماشي بالمجموعه بالواحد. اذا كنا دابا متبغينا نصوروا مع حنا جروب خص كل واحد وحده هذه مجميه. حنا الحمد لله يا ربي غير نخرجوا غير نسلكوا راسنا غير نخرجوا تعادوا. ودابا انا بعدا بين واحد القضيه يعني انا تنقول غير شي حوايج الحق كتحس في القلب رغم التواضع ورغم انك كتحاول تقرب الناس ورغم انك كتحاول تعيش الظرفيه كتعيش التركيبه ديال بلادنا كيفاش دايره كيفاش دايره ما يمكنش ننكروا الواقع لان حنا الفيلم حنا ملي كتعطي الدعم السينمائي كيعطيو احسن الدور 500 مليون راه كاين شي فيلم في شي دوله حتى في موزمبيق ما كيتقلش 500000 دولار راه الملايير كتخلع السينما تيقول علاش ما عندناش السينما عندنا البريكول عندنا السينما ديال سلك هذا غادي دير هادي بالقد والقد اخويا ما عنديش انا القد غندير غير هادي البديل انا بعض المخرجين الكبار تيقول لك البيجي بغيت هذاك الفنان شحال كيطلب عطيه ما كاينش فيها وحنا عاوننا راه عرضوا عليك هاد الايامات شي عرض باش دير شي فيلم وداك الشيء شكون قالها لي؟ ها؟ وانت ما بغيتيش؟ لا ماشي ما بغيتش ماشي ما كنهربش من الخدمه انا ذاك الدور اللي عطوني ما تعاطفتش معاه ما حسيت براسي ما يمكنش ندير وندير شي حاجه اللي ماشي قدي راه لبس قدي كيواتي انا واحد تعطيني واحد السيناريو من اللي يعجبني ونحس به نقراه ونتعافل نتفاعل معاه ما عنديش مشكل ولكن تجيب لي مشروع وتكون دافع لسميتي ومفضي وكتقول لهم وانا ما عمرك هدرتي معايا ونجي ونلقى سمي ونلقى داك الشيء ما عنده حتى علاقه اش غادي ندير؟ وبالنسبه للبرامج التلفزيون الحاج مالها؟ كدوز فيها بزاف او دابا البرامج التلفزيون هذاك عندك كاين واحد هاد لابين توفر كاينه واحد اللجنه خاصه مصوبه على سنه مصوبه على إذا أو التلفازة هي اللي كتختار المشاريع وكتعرف من تعطي مشاريع هذه ما عنديش فيها رأي كتهضر فيها غير كضيف مثلا بحال ما صار بحال رشيد شو مثلا دابا لينا كان وقع لكم واحد الشين كان ما عمرو وقع لي شي رشيد شو كعيط ليا ما بغيتش نمشي عنده لا أقل أنت اللي ما بغيتيش تدوز في رشيد شو وعلاش الناس ما هذاك الشيء ما كيجي لي ماشي قدي صراحة أنا ما يمكنش نطرح عليا شي أسئلة بايخة ونشوف أش درتي وش شنو قلتي ما تجاوب ما تاكلش ما هادي أشياء اللي ما أنا بصراحة كيبان لي أنا أكبر من هادشي ماشي أكبر من الناحية الفنية أكبر من الناحية السنية من الناحية السن ديالي وخبر منك ودازوا في ذاك البرنامج كل واحد عليه اختيارات كاين اللي باغي يبان كاين اللي عنده مآرب أخرى كاين اللي هو كيبان في التلفزيون اللي عنده مسائل باغي يقادها خارجة على الإطار ديال سميتو وكاين اللي هو فنان باغي يحافظ على سميتو الاستمرارية لو كنا كنتزاف تاع الخمارة كاع ما نجيو لهذا المهرجان وحاليا الجديد ديالك شنو هو؟ دابا الجديد ديالي هو انني ما عندي حتى شي جديد يعني كانت عندنا مسرحية كيف قلت لك ديال من غير المسرحيات الافلام ما كانش واحد عرضك شي واحد قال لك من غير هذا الفيلم هو لك اخر حاجة جاتني حتى انت واحد ما عمرو شكون المخرج؟ ماشي ضروري نقول لك شكون لا ما عادي المخرج لا انت ما غاديش نقول لك شكون المخرج لانه هو ما غادي ما عجبو حاله هو بعدا ملي رفضت انا الفيلم ما عجبوش الحال ما عجبو حاله لانه هو كان تيقول على انه الفيلم تكتب على ودي ولكن انا ملي جيت نقرا ما على ودي ما حتى حاجه هو نكذب عليه هذا دازوا بعض الفنانين في مسار تم التكريم ديالهم هذا الحاج ناس قل مستوى منك وداك الشيء انت ما تمنش الدعوه ديالك مساله علاقات ما عندي انا ما اذا دابا هاد البرامج كلهم علاقات زابونيا وكسوبيا ما نعرف انا ما هاد كلمه الغلط انا ما كنعرف نستعملهم زابونيا وكسوبيا اللي بها علاقه انا عويطه ما يدرك مزريويطه الله يرضي عليك انا قلت لك حاجه باقي وعلى هذا ديال عويطه عويطه اشنو هي عويطه 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 ما يضربك بوزري ويطه قلت لك اللي بغيت نقول لك الاشاره اللي بغيت نقول لك هو ان هاد التبخيس ديال الفنان المغربي دابا انا نقول لك غير مسائل بسيطه كتجي كدير معايا انت في السيشن كيطلع هادشي في اليوتيوب يجب تنشوف تك تعالى ما كاينش شي واحد اللي تيقولها بك زين هذا هو اللي خطير دابا هادشي اللي كنت ندير راه غادي نعم نسمع ليه اللي قير ودنيه وغادي يقول لي ولادي علاش كتهضر انت كاع في هادشي واش داك وغادي نقول له ودي راه واحد السيد صاحبي وعزيز عليه وجا جلسني بقى كيقرر فيا انا هضرت معاه ولكن ما قلتيش شي حاجه اللي فيه ما قلتيش شي حاجه اللي فيه والله واخا تقول ما عرفتيهاش ثق بيا
انا درت في السلطانه، درت داروا معايا شي جواب ونقي وهدرت على الاعمال، وملي جيت كنشوف التعاليق واكليته وشربته ودخلت في راسك كبرتي وتعيق واش داكشي ديالك راه متجاوز اكل عليه الدواء واش ما عيطوش. اذا هاد السيد ديال السوشيال ميديا دابا خاصك ما تبقاش تهضر، ما تبقاش ما بقيت كنهضر غير معاك.